ومعنا على الهواء مباشرة مراسلنا حكم اللي دزيناه البرلمان حتى يشوف الأوضاع هناك وش دا يصير، ايش دا ياكلون، ايش دا يشربون، معتصمين، اكو ماي، ماكو ماء. حكم، ما هي الأوضاع يمك؟ لا أنا بالبرلمان، بس هذول تشلبوا شافوا الكاميرا ولا تشوا وياي. بس بما انه البرلمانيين ملتهين بالبيجاما بارتي مالتهم، فاسالك اصدقاء جدد هذول احسن ما ارجع لك فارغ. هو هسه هذا المكان كلش حلو، صار لي ساعه باوع دواشي حانود اشكال الوان اكل شرب قعده حاتات. العفو، لا خاله، العفو خاله. اقول لك شنو رايك بالتغيير التكنقراط وبسرعه جاوبني. طول عمره وحياتي اتمنى امارس التكنقراط، ظلينا نحل مشاكلنا بايدنا. يقبلها ضميرك. اوروبا الغرب يستعملون التكنقراط بالشارع قدام الناس، واحنا احنا محرومين. شو هذا؟ هذا شوفه يعرف التكنقراط؟ تعرفه؟ لا والله بس حبيبي ما مارس تكنقراط. احنا نريد تكنقراط شوية. وصلت وصلت فكرتك احمد. بصراحة من الصبح ما اقدر الاقي لك معلومة واحدة مفيدة، الوضع كله شوسة. لحظة هاي خلوها علي، طيني قاع اسمع. هاي احمد، هاي الوضع كله بكلمة واحدة، طيني قاع. فيطي فيطي فيطي. شكرا حكم، شكرا حكم. والله حكم كنت كاتب كليشة اغفل بيها هذا جزء من هاي الحلقة، بس انت لخصت الاشياء. نلتقيكم بعد الفاصل. فيطي فيطي فيطي.